يؤكد على وحدة ليبيا، يؤكد على وحدة أراضيها، ويؤكد أيضا أن ليبيا المستقبل هي وطن للجميع وليس لفئة واحدة وليس لهيمنة فريق دون فريق، وبالتالي هذه هي في نفس الوقت دعوة ضد التهميش. قل ماشي، قل بلديات، قل محافظات، إلا الفدرالية، لأن هذا شيء، هذا مسمى للتقسيم نحن ضده. نحن طبعا لسنا مسيسين وسيسين، نحن حماة ليبيا، نحن مع الشعب الليبي من شرقه إلى غربه إلى جنوبه إلى شماله، نحن حماة الليبيين. الشهداء ضحوا من أجل وحدة ليبيا، كتبت العبارات بالدم وباللغات المختلفة، باللغة الإنجليزية والفرنسية، فريدم ليبيا يونايتد كانتري، نحن الليبيون متحدون.